بكل مشاهدينا اللي بيتابعونا في مثل هذا التوقيت بتوقيت القاهرة في مشهد جديد من مشاهد النيل، مما لا شك فيه تداعيات الموقف والأخبار والأحداث المتلاحقة بالعراق هي التي نخصصها لهذا المشهد. فالربيع الجهادي مصطلح أطلقه البعض بدلا من الربيع العربي بعد 3 سنوات من الاضطرابات وعلى خلفية حروب قادتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان. لم يستفيد أحد من ذلك أكثر من الإسلاميين المتطرفين، خصوصا دولة العراق والشام، وهي التي تتجاوز القاعدة في التعصب والتطرف. رغم صغر حجم ما يسمى بداعش وإمكانية القضاء عليها في غضون أيام من أي قوة تتصدى لها، إلا أن السيناريوهات المختلفة بدأت تصاغ من جميع الزوايا للتعرف على المخاطر التي قد تصيب المنطقة في حالة الوصول إلى السيناريو الأسوأ، حينما تنجح داعش في أن يصبح لها كيان حقيقي على أرض الواقع. أمن الخليج أحد أهم الملفات التي يمكن أن تتأثر بنجاح داعش. أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. هذا موضوع حلقة اليوم من برنامجكم مشهد. يسعدنا أن يكون معنا الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وبرحب بسيادتك. أهلا بك يا ديل. أهلا بحضرتك. دعونا في بدء الأمر نستعرض هذا التقرير ونبدأ مع حضراتكم في العديد من النقاط الخاصة بالمشهد العراقي والأحداث المتلاحقة به. كنوا معنا. قتل ودمار من جانب، وتهديدات تحيط بالمنطقة العربية وخليجها من جانب آخر، وذلك على وقع اجتياح تنظيم داعش وسيطرته على مدينة الموصل والعديد من المدن والنواحي العراقية. الخطر المحدق بالمنطقة العربية كان أحد أبرز معالم خارطة مستقبلية نشرها التنظيم للدولة المفترضة التي تضم العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، إضافة إلى الكويت، ليعاد فتح ملف شائك كان قد أغلق مع نهاية حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. الاجتياح العسكري لجماعة داعش المسلحة رصدته منظمات حقوقية، مؤكدة أن التنظيم المسلح ما هو إلا أداة في يد دولتي إيران وتركيا لاحتلال العراق، حيث كشفت منظمة العدل والتنمية في بحث حول الشرق الأوسط عن مخطط إيراني فعلي لاحتلال دول الشرق الأوسط بحجة حماية الشيعة، يتركز بدخول قوات إيرانية إلى العراق وسوريا واليمن بهدف تطويق إيران لدول الخليج نتيجة تراجع النفوذ العسكري للولايات المتحدة الأمريكية بالشرق الأوسط. وحذرت المنظمة من خطط تركية لاحتلال أجزاء من شمال العراق للسيطرة على حقول النفط العراقي هناك ومنع قيام دولة كردية على الحدود مع تركيا. فيما قالت تحليلات عسكرية وسياسية إن توسع نشاط جماعة داعش الإرهابية في دولة العراق يمثل خطرا حقيقيا على أمن دول منطقة الخليج العربي وعلى رأسها الكويت التي تقع جنوب العراق، إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بينما يقل الخطر على دولة قطر نظرا لوجود قاعدة أمريكية بها. حزب المؤتمر المصري قال من جانبه إن السيناريو الذي يجري على أرض العراق وتقدم تنظيم داعش واحتلاله لعدد من المدن القريبة من العاصمة بغداد يعد مخططا أمريكيا لتهديد أمن مصر ودول الخليج بعد مواقفها الأخيرة المساندة لمصر ضد مخطط إسقاط الجيش المصري. من جانبها دعت وزارة الخارجية الكويتية لضرورة التحرك الفعال والتنسيق الأمني بين دول المنطقة بما يحصن الجبهة الداخلية تجاه المنظمات الإرهابية والتوترات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن داعش لا يستهدف الكويت فحسب بل المنطقة بأكملها أيضا، بما يتطلب الحذر والتحرك بشكل جيد على مستوى التنسيق الأمني لتحصين الجبهة الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي. المشهد العراقي كان محور اهتمام القيادة المصرية التي ظلت على اتصال مستمر ومباشر بنظيراتها في دول الخليج للوقوف على تطورات الوضع في العراق. شيرين الشافعي، أمين. مرحبا بكم
مرة أخرى نبدأ المشهد مع دكتور مختار. زي ما تابعنا في التقرير، داعش هذه المنظمة الإرهابية والتصعيد الحالي بدخولها الأراضي العراقية واحتلالها الكثير من المدن العراقية. الكثير يا دكتور مختار بيرون أن الإعلام هول من دور داعش في الأراضي أو على الأراضي العراقية، والبعض الآخر يرى أنها بالفعل بتهدد أمن الخليج. أنا عايز أعرف من حضرتك في بدء الأمر، من تلك الجماعة وكيف يمكن يعني التأمل أو النظر إلى سيطرة تلك القوات على كثير من المدن العراقية الحيوية مع عدم وجود مقاومة؟ صحيح، سؤال مهم جدا بيطرح نفسه بقوة في هذه الفترة بالذات. نعم. داعش ودورها الموجود، خصوصا ان داعش بدأ صوتها يعلى بدرجة كبيرة جدا في 2012 بدأت، لكن داعش فعليا تم نشأتها سنة 2005، 2006 أعلنت عنها أو أعلنت عن نفسها، 2007 داخل العراق استطاعت الصحوات ان هي تهاجمها بشدة وتنهيها. بدأ نور الملكي من 2009 ينهي ما يسمى بالصحوات في 2009، بدأت في 2010 تعيد تنظيم نفسها مرة أخرى، وانسلخ جزء كبير جدا منها عما يسمى بجبهة النصرة الموجودة في سوريا في حدود 12 ألف مقاتل، أو كثير جدا من المراقبين كانوا يقدروا في 2010 بحدود 12 ألف مقاتل. جزء كبير جدا منهم ذهب إلى العراق، بدأ دوره فعليا في يناير 2014 بعد الاعتصامات الشهيرة اللي حصلت في محافظة الأنبار، وتدخل الجيش العراقي بشكل لا يرقى إلى حرفية عسكرية أو إلى حرفية سياسية، لأن قضيتك وأنت تتدخل ضد تنظيم مسلح أو ضد تنظيم إرهابي أو ضد تنظيم يحمل سلاح داخل دولة، والمفروض أن في مجموعة من المواطنين أو في مواطنين وفي سكان وما إلى ذلك، يعني دي محتاجة نوع من الحرفية العسكرية الكبيرة. التداعيات الخطيرة اللي انبثقت عن تدخل الجيش العراقي لمواجهة ما يسمى بداعش بعد فض الاعتصامات اللي تمت من قبل ما يسمى يعني زعماء العشائر اللي موجودين في محافظة الأنبار، أدى إلى تداعيات بقى خطيرة. بدأت هذه التداعيات الخطيرة تقريبا من يناير 2014 وانت ماشية في هذا السياق. التداعيات بدأت بأن دخلت داعش بقوة إلى حد كبير جدا، مرورا في بعد فبراير تقريبا سيطرت عما يسمى بالفلوجة والرمادي في المدينة، ودول مدينتين هامتين داخل محافظة الأنبار على وجه الخصوص. وعندما تتحدثي عن الأنبار يا دينا تتحدثي عن تلت مساحة العراق. نعم. يعني محافظة الأنبار تحديدا. ومحافظة الأنبار خطورتها أنها بتطل على ثلاث دول محيطة بالعراق بحكم طول هذه المساحة. ثم هدأت المسألة قليلا، خصوصا أنه داعش أخذت تعاطف جزء من الصحوات اللي هو حاربها في 2005 وحاربها في 2006 مع جزء من أولاد العشائر، لأن المسألة دخلت فيما يسمى بالصراع الطائفي داخل العراق، والصراع الطائفي داخل العراق أنا من وجهة نظري أحمل مسؤوليته إلى نور الملكي على وجه الخصوص، خصوصا أن تداعياته أو معالجته للمشكلة اللي حصلت داخل الأنبار تختلف عن المشكلة اللي حصلت داخل بغداد أو المشاكل اللي بتحصل في بغداد أو بتحصل في أي محافظة من محافظات العراق الأخرى. في داخل الأنبار على وجه الخصوص استخدم القوات المسلحة كزريعة، قذف المستشفى العام الموجودة في الفلوجة بدرجة كبيرة، قذف بعض المدارس، أدى إلى تهجير عكسي لكثير جدا من السكان اللي موجودين في الفلوجة والرمادي إلى خارج محافظة الأنبار، أدى ده إلى نوع من التعاطف من أولاد العشائر انضموا الى تنظيم اللي هم ثوار العراق. حضرتك تقصد ثوار العراق جزء تاني. نعم. ثوار العراق دي مجموعه بيرأس عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق والامين العام لحزب البعث، وده بيشكل كتله كبيره من ثوار العراق. الكثير المشهد الاخير اللي هو المشهد الخاص بمحافظه نينوى ومدينه الموصل على وجه الخصوص. نعم. ثم من نينوى الى صلاح الدين، ثم من صلاح الدين الى ديالى، ووصلوا في ديالى الى ما يسمى بمنطقه قبل 30 كيلو من بغداد على وجه الخصوص. عندك مشهدين، في مشهد يتحدث بأن جزء كبير جدا من قاد هذه العملية هم ثوار العراق برئاسة
عزت الدولة. المشهد دليل المشهد ده ايه؟ ان هناك المتحدث الاعلامي باسم هذه القوة او هذه الثوار اللي هو مصعب العبيدة طلع واتكلم صراحة بان من يقوم بهذه العمليات هي هم ثوار العراق، ودي ثورة يعني بيقوم بيها ضد ما يسمى بجيش الملكي، وادى يعني الى تداعيات خطيرة في هذا النطاق. ده بالعكس، ده مش وصل لكده بس، ده عزل المحافظ نينوى وعزل محافظ صلاح الدين، وعين اثنين من قواد الجيش اللي هم منتمين للجيش العراقي السابق ما قبل يعني ذهاب صدام الى محافظين لمحافظة نينوى وصلاح الدين. فانت امام مشهدين في هذا النطاق. المشهد الاول يتحدث عن داعش، هي من قادت هذه العملية بدرجة كبيرة، وثوار العراق انضم اليها، ومشهد اخر يتحدث بان ثوار العراق هو من استغل فرصة ضعف الجيش العراقي في داخل محافظة الأنبار ودخل إلى صلاح الدين وإلى نينوى وإلى ديالى وانضمت إليه داعش بحكم المصلحة. نعم. طيب أنا هقف بس عند نقطة مهمة جدا بالنسبة للجيش العراقي. إحنا معنا كان منذ قليل خبر أن هناك 279 مسلحا من تنظيم داعش تم يعني قتلهم على أيدي القوات النظامية في العراق أو الجيش العراقي. منذ عدة أيام عند سقوط مدينة الموصل كبرى المدن العراقية، الأهالي كان هناك من قبل أهالي مقاومة شعبية لم تنضم إليها على الإطلاق، لم ينضم إليها على الإطلاق الجيش العراقي. أين كان الجيش العراقي وقت وقوع الموصل؟ لا، لما تتحدث عن كان الجيش العراقي كان موجود فرقتين داخل الموصل على وجه الخصوص. الفرقتين دول بيضموا 60,000 جندي على فكرة. 60,000 جندي كانوا موجودين في الموصل وقت دخول داعش أو وقت دخول ثوار العراق. لأن تحدث أنا من وجهة نظري أن كلا القوتين. طب أنا أستاذن حضرتك يا دكتور مختار، لما نيجي نتكلم على ثوار العراق وتنظيم داعش، عددهم قد إيه؟ لا انت ما تقدر يعني داعش لما انفصلت عن جبهه النصرة وكان في حدودها 12,000 2012 كان في حدود 12,000. في جزء منهم موجود في سوريا وفي جزء منهم دخل العراق. بحكم ان لما بتتحدث عن محافظه نينوى او محافظه صلاح الدين في جزء منها على الحدود مع سوريا، فهم داخلين خارجين في المحيط ده ما عندهمش مشاكل فيه بحكم ان هي حدود مفتوحه الى حد كبير جدا. الجيش العراقي مالوش سيطره عليها بدرجه او باخرى. انا اتصور ان داعش بدرجه كبيره جدا هي من تتحكم على جزء كبير جدا او من طول الحدود اللي بين العراق وبين سوريا على وجه الخصوص، فهم داخلين خارجين في هذا النطاق. ولكن هي خطورة داعش مش في عدد أفرادها، خطورة داعش في انك انت عانيت من طائفية سياسية على مدار فترة، وانك انت استغليت جزء اللي هي داعش استغلت جزء. يعني في وقت من الأوقات كانت الصحوات بتحارب داعش، الآن الصحوات جزء من داعش او جزء منضم الى داعش، خصوصا ان الاثنين عند هدف واحد وهو اسقاط نور الملكي. يعني قضيه داعش الان وقضيه الصحوات الان وقضيه ثوار العراق الان اللي هم برئاسه عزت الدوري، الثلاثه اجتمعوا عند هدف واحد وهو اسقاط نور الملكي. وان كان الثلاثه بينهم معارك وان كان الثلاثه بينهم كراهيه، لكن انضم لداعش على فكره جماعات اخرى. يعني عندما تتحدثي مثلا عن جيش الفاتحين، عندما تتحدثي عن جند الصحابه، عندما تتحدثي عن انصار التوحيد والسنه، عندما تتحدثي عن سرايا فرسان التوحيد، عندما تتحدثي عن سرايا ملة إبراهيم، دول كلها جماعات مسلحة عدد أفرادها بتروح من 500 فرد 300 فرد 1000 فرد. لا أنا عندي معايا تحليل بيقول أن هم تنظيم داعش لا يتجاوز 10,000. لا انا لو تحدثت عن تنظيم داعش لوحده، ولما تتحدثي عن تنظيم داعش، ده تنظيم داعش العراق ولا تنظيم داعش سوريا؟ انت عندك داعش العراق. لا انا بتكلم المتواجدين الان على الاراضي. لا ليسوا مقدرين، صعب جدا. انا من وجهه نظر صعب جدا على اي محلل سياسي او اي مفكر سياسي ان يستطيع ان يحصر عددهم. لانك انت مشكله داعش ان بحكم الطائفيه السياسيه اللي وجدت للعراق، لما دخلت العراق ودخلت الانبار على وجه الخصوص انضم اليها جزء كبير جدا من شباب العشائر اللي موجوده فيها. الجزء اللي انضم اليها من شباب العشائر كام؟ 1000 2000 500 600 3000، ما تعرفيش، ما عندكيش عدد حصري تستطيع انك انت تحصري بيه داعش. لكن لما بتتحدثي عن سقوط ثلاث محافظات من اكبر محافظات العراق في خلال هذه الفتره الزمنيه الوجيزه، انا لا ازعم ان ده بيساوي 500 فرد او 10,000 او يعني اكيد انت امام عدد كبير. وانت عندك زي ما قلت لحضرتك عندك مشهدين كبار في هذا النطاق. انا عندي مشهد بيتحدث صراحه عن ثوار العراق وعزة الدوري وان هذا الرجل بيهدي هذا الانتصار
الانتصار الكبير وانه على مشارف بغداد، وانضم اليه كثير جدا من المحللين. يعني ما بتكلم مثلا عن الشيخ علي الحاتم الدليمي، ده شخصيه عراقيه لا يستهان بها. انا ما بتكلم عن الشيخ عبد الرازق الشمري، انا ما بتكلم عن الشيخ عبد الملك السعدي، دول كلهم رموز داخل العراق، رموز دينيه ورموز عشائريه داخل العراق. فانت لانك انت عندك من الانبار الى صلاح الدين الى نينوى الى ديالى، المحافظات الثلاثه او المحافظات الاربعه دي بتضم مجموعه من العشائر الكبيره اللي بتتحكم في الارض اكتر. طيب، من تتحكم في خلينا برضو كثير من التحليلات بتخرج بتقول ان هذا التصعيد على الاراضي العراقيه من قبل هذا التنظيم الارهابي، تنظيم داعش، في هذا التوقيت بعد الانتخابات الرئاسيه السوريه وفوز بشار الاسد مرة أخرى بسدة الحكم هناك، فكان هناك تحول من قبل هذا التنظيم إلى أرض أخرى. لا، من استجلب تنظيم داعش إلى العراق هي الجيش العراقي وأخطاء الاستراتيجية اللي وقع فيها في مواجهة ما يسمى بالاعتصامات. بس التوقيت يا دكتور مختار، التوقيت القدر لعب دور كبير جدا، لأنك أنت إذا ربطت هذا التوقيت بفوز بشار فتربطي هذا التوقيت بفوز نور الملكي. لأن القائمة العراقية بعد الانتخابات البرلمانية فازت ب 94 مقعد، وهي أعلى قائمة من ضمن القوائم العراقية، ونور الملكي يتحدث عن نفسه بأنه هو رئيس الوزراء القادم، وأنه حتى غير مسموح لدولة القانون بأنها ترشح بديل آخر إلى نور الملكي، وأنه راجل أن يحكم العراق. نعم. في الكثير جدا من الساسة اللي هم بيضموا تكتلات مهمة جدا داخل العراق بينظروا إلى نور الملكي كولاية ثالثة، مسألة مرفوضة بما فيهم المنضمين إليه حتى أو المتحالفين معه أيديولوجيا. يعني كتلة مواطن وعمار الحكيم وهي ذات أيديولوجية شيعية في المقام الأول رفضت نور الملكي كرئيس الوزراء المرة الثالثة. كتلة متحدون وأسامة النجيف رفضت نور الملكي لفترة ثالثة. الجزء الثالث وهي الكتلة الصدرية، ودي كتلة مهمة جدا، مقتدى الصدر وهو له يعني أرضية واسعة في العراق، رفض تماما أن يكون نور الملكي لولاية ثالثة. فأنت لما بتتحدثي عن طوائف شيعية أو تكتلات سياسية فازت بعدد كبير من المقاعد داخل الانتخابات البرلمانية وترفض الملك أن يكون رئيس الوزراء للمرة الثالثة، ورغم ذلك يسر الملك، فأنت أمام حالة جمود داخل العراق. أنا أمام دولة القانون تتحدث عن نفسها بأن هي الحاكم الوحيد ولا يوجد بديل غير نور الملكي، وأمامي تكتلات سياسية كبيرة تضم بقى أيديولوجيات متنوعة. يعني كتلة متحدون سنة، الكتلة التحالف الكردستاني سنة أكراد، كتلة مواطن شيعة، التيار الصدري شيعة، وهكذا. خلينا ناخد على أرض الواقع بعد الولاية الثالثة لنوري الملكي وما نشهده الآن على الأرض واختلاف الطوائف الشيعية فيما بينهم أيضا بالنسبة لنوري الملكي. صحيح. حكومة نوري الملكي، كيف سيكون المشهد؟ يعني البعد فيما يخص تنظيم داعش، ماذا تريد تحديدا داعش في هذه المرحلة؟ شوفي، الكثير ينظر إلى نور الملكي على أنه زرع ما يسمى بالطائفية السياسية. صحيح، هذه الطائفية السياسية وضعت في الدستور العراقي اللي وضعه بريمر اللي هو أول حاكم أمريكي دخل العراق سنة 2003، اللي هو ما يسمى بالمحصصات أو ما يسمى بالأقاليم الإدارية. المحصصات اللي هي بمعنى أن كل طائفة من الأطياف العراقية يبقى لها مركز معين أو يبقى لها فئة معينة أو يبقى لها نصيب معين من إدارة العراق. ثم الأقاليم الإدارية اللي بناء عليها تم تشكيل ما يسمى بكردستان العراق، اللي خلق دلوقتي مشكلة كبيرة جدا على فكرة، وهي جزء من هذا المشهد ما تقدرش تستبعديه، لأن كردستان العراق استغلت هذه المواجهات اللي تمت بين داعش وبين ثوار العراق وبين الجيش العراقي، ودخلت على كركوك وخدتها واستلمتها وانتهت المسألة. ده شق خطير. فأنت عندما تتحدثي عن هذا المشهد بهذه الزاوية، يبقى أنت بتتحدثي عن جزء مهم جدا في المشهد العراقي يتزعمه دولة القانون، وهو يرى في نفسه أن هو الحاكم الطبيعي أو الامتداد الطبيعي أو صاحب الولاية الثالثة بلا منازع بحكم حصوله على 94 مقعد، وأنا أمامي تكتلات أخرى بتضم أيديولوجيات متنوعة، اللي هي كتلة متحدون مع كتلة مواطن مع التيار الصدري مع غيره، يستطيع أن يشكلوا كتلة مناوئة، لكن إشكاليتهم من هو رئيس الوزراء البديل لنور الملكي من هذه التكتلات. خلينا ناخد معانا رأي آخر، ومعي أستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي. أستاذ أسامة، بعد التحية لو حضرتك متابعنا، إحنا بنخصص هذا المشهد للمشهد العراقي، كيف يمكن النظر للمشهد العراقي في هذا التوقيت تحديدا وتهديده لأمن الخليج؟
خليني أؤكد مبدئيا أن هناك التباس شديد للغاية لدى كل المفسرين ولدى كل المحللين في جميع أنحاء العالم. نعم. لا يوجد إجماع على أن في تفسيرات كثيرة بتطلع الحقيقة وتحليلات كثيرة بتخرج، فإحنا النهاردة بنخصص هذا المشهد أن إحنا عايزين نحط نظرة عميقة على ما يحدث بالفعل بسبب هذا الالتباس. يعني حتى عندما نتحدث عن أزمة سياسية عنوانها هو الملكي، الحقيقة أنك لا تستطيع أن تفصلي هذا المشهد عن المشهد المذهبي والطائفي. أيضا لا تستطيع في اللحظة الحاضرة أن تقولي أن الصراع سينتهي، بالعكس هناك شبه إجماع أن الصراع بدأ وهو في مرحلة مبكرة منه، وأنه المتورطين أو اللاعبين الدوليين أكبر بكتير من اللاعبين المحليين، وأنه سقوط من وجهة نظرك يا أستاذ أسامة من هم؟ لا ده كتير. نعم. كتير جدا. يعني أنا مش عايز في اللحظة الحاضرة أن أتكلم عن تورط أطراف إقليمية ودولية في المشهد، ويكاد يكون المشهد كأنه يستدعي أمريكا وكأنه يستدعي إيران وكأنه يستدعي الخليج وكأنه يستدعي مصر. الكلام ده كلام مش دقيق. وخلينا أقول لحضرتك أنه هذا المشهد سببه بشكل رئيسي فعلا المشهد اللي موجود في سوريا، وقد نبهنا أكثر من مرة أن المشهد السوري خطير للغاية وأن خطورته على الأمن والسلم الإقليمي لا حدود لها، وبالتالي إحنا بنشوف واحدة من تجليات المشهد السوري. وأيضا مش بس داعش، لا إحنا ما ننكرش أن في حاجة بقى كمان اسمها جيش النقشبندي، وده عبارة عن الضباط السابقين في جيش صدام حسين، الجيش اللي حله بول بريمر طريق أيضا النقشبندي. ايضا خلينا اتكلم على حاجة كمان اخطر، وهي ان بول بريمر مش بس كرس وامريكا كرست من اللحظة الاولى للطائفية والمذهبية، لا دي كمان عمدت الى تفكيك البيروقراطية العراقية والى تفكيك الشرطة وتفكيك الجيش وايجاد المعادلة الطائفية المذهبية من اليوم الاول، وبالتالي نحن نحصد ثمرة الفشل الامريكي من الدقيقة الاولى. وهو ما يفسر ايضا لماذا واشنطن في هذه اللحظة هي لحظة ملتبسة لديها، لأنها إما أن تتدخل فتصطف إلى جوار إيران والحرس الثوري الإيراني، وإما أن لا تتدخل، وبالتالي دخل العراق في التقسيم وهذا يضر بمصالحها الاستراتيجية كما قال الرئيس أوباما. أيضا القوى الإقليمية حول العراق سواء كانت تركيا أو إيران هناك مشاهد مقلقة، ويكاد يصل الأمر إلى تهديد الأردن ولبنان والكويت بشكل مباشر. خلينا أقول لحضرتك خلينا نتكلم برضو على أمن القومي المصري، نحن المتصلون لا بهذا ما هو أمننا ما بينفصلش عن أمن الخليج العربي. نعم دي ده مجال الحياة للدولة المصرية، وهذا الكلام فيه تهديد أيضا لينا، لكن لا يستدعينا عسكريا ولكن يستدعينا سياسيا ويستدعينا دبلوماسيا، ويجعلنا نؤكد على ضرورة الحل السياسي الذي يشمل كل الأطراف، وأنه ينبغي الاعتراف بالحقيقة الأزمة مش عنوانها الملكي، لا ده عنوانها أخطر من كده، أخطر من كده بكتير. أنا عندما أرى تصريح أو بيان للمرجعية السيستاني وهو يدعو المتطوعين، لا ده الملكي هنا مش هو اللي بيتم إنقاذ حكومته، لا إنما الطائفية والمذهبية دلوقتي بتلملم روحها. إحنا دخلنا في صراع عنوانه خطير. طب خلينا أستاذ أسامة أنا هاخد منك نقطة أخرى، ولكن أنا معي دكتور مختار غباش، أنا شايفة ليك تعليق على كلام الحقيقة يعني أنا ليه تعليق مرتبط. وأستاذ أسامة يتحدث بأنه الأزمة ليس عنوانها الملكي. الأزمة من يناير 2014 بامتياز عنوانها الملكي. عنوانها الملكي بالتداعيات اللي حصلت داخل محافظة الأنبار بعد الاعتصامات الشهيرة اللي حصلت داخل الأنبار وتداعيات اقتحام القوات المسلحة العراقية إلى الفلوجة والرمادي، وده خلق تداعيات في منتهى الخطورة. ثم بعد ذلك كانت سمراء الجزء الأكبر، وهو انسلاخ جزء كتلة مهمة جدا شيعية داخل العراق من نور الملك، وبدأت تجابه سياسيا على رأسها كتلة مواطن برئاسة عمار الحكيم، وده كتلة لا يستهان بها. ثم الكتلة الصدرية اللي جمدت نشاطها اوريدي داخل البرلمان العراقي، 40 عضو داخل البرلمان العراقي مع كتلة متحدون 44 عضو برئاسة أسامة النجيفي من جراء التداعيات اللي حصلت داخل الأنبار. ولما بتتحدث عن مقتضى الصدر دلوقتي في التوقيت الحالي يتحدث بأن الذي
هزم داخل نينوى وداخل صلاح الدين هو جيش الملك مش الجيش العراقي. يعني الرجل يتحدث صراحة وانه علي الحاتم الدليمي وهو احد الاقطاب المهمة جدا داخل العراق، الشيخ عبد الملك السعدي احد الاقطاب المهمة جدا داخل العراق، عبد الرازق الشمري احد الاقطاب المهمة جدا داخل العراق، يتحدث بان احنا امام مسألة طائفية داخل العراق يتزعمها نور الملك بامتياز، وانه هذا ما تم من جراء سياسات معينة وصلت بحد الحكومة العراقية، اللي انه البرلمان العراقي حتى تاريخه لم يناقش الميزانية العراقية. فانا الازمة في العراق او ما يحدث الان بامتياز سبب نور الملكي تحديدا من يناير 2012. اتفضل يا استاذ اسام. لا بقى خليني هنا معلش اختلف مع حضرتك شويه معلش لانه يعني. عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا لا ادافع عن الملكي ولا عن طائفيته، لا لاننا جميعا نتفق على ان الطائفيه والمذهبيه هي مساله بادئه من عند بول بريمر، وما كانش الملكي هو اللي موجود لما كان بول بريمر موجود. لا ما هو بول بريمر واوسع كتير يا فندم من يا فندم ان نوجز المساله في شخص رئيس الوزراء. انا هقول لك حاجه بس يا استاذ اسامه، ما انا هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه. بول بريمر نعم اول من وضع الدستور داخل العراق، واحد مزبوط. اتنين اللي عمل ما يسمى بنظام المحصصات او نظام الاقاليم الاداريه، المحصصات انه جعل نظام العراق يحكمه نوع من الطائفيه السياسيه، اعترف بها كل القاده السياسيين اللي موجودين في العراق، قالوا ان العراق صراحه تحكمه ما يسمى بالطائفيه السياسيه، وان هناك تخطيط. انت حضرتك بعدت امريكا وانه ليس من مصلحه امريكا تقسيم العراق، لا امريكا اقرأ المؤلف الهندي الذي ألف كتابا سنة 57، ثم هنري كيسنجر تحدث صراحة عن تقسيم العراق 73، ثم جدد هذا الكلام سنة 83، ثم جون بايدن نائب الرئيس الأمريكي وهو المسؤول عن ملف العراق سنة 2007 قدم مشروعا لمجلس الشيوخ الأمريكي بتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات كردية شيعية سنية، وإنه التداعيات اللي بتحصل في العراق الآن بصرف النظر عن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية ليها وتعاطفها مع ما يحصل بموجب القرار اللي أصدره جون بايدن سنة 2007 صراحة واخده من مجلس الشيوخ، لكن هو قرار غير ملزم، وده تأكيدا لما طرحه هنري كيسنجر في 73 و 83. فهي الواقع داخل العراق صحيح هناك أقطاب إقليمية وأقطاب دولية إلى حد كبير جدا تتداخل بحكم الطائفية، إيران لها مصلحة بحكم ارتباطها ببعض الطوائف الشيعية الموجودة داخل العراق، المملكة العربية السعودية لها تعاطف كبير جدا مع بعض الأطياف السنية تحديدا داخل العراق، هناك ما يسمى بالعشائر اللي موجودين اللي بيمتلكوا الجزء المربع المهم جدا بداية من الأنبار مرورا بصلاح الدين نينوى ديالة، هذه المحافظات إلى حد كبير جدا تحكمها يعني المسألة السنية. ولو انت نظرت الى كردستان العراق على وجه الخصوص هتلاقي هي سنية كردية، وعشان كده ما حصلش مواجهة داخل نينوى ولا داخل صلاح الدين بين البشمرجة اللي استدعاهم نور الملك صراحة، واللي تحفظ عليها البرزاني وعدم دخول البشمرجة في مواجهة مسلحة مع داعش او حتى مع ثوار العراق اللي عزت الدور له دور كبير جدا مما يحدث، وبناء عليه البشمرجة دخلت خدت كركوك وضمتها اليها، وده كان جزء من الصراع الموجود ما بين كردستان العراق وما بين الحكومه العراقيه. نعم يا استاذ اسامه اتفضل. انا اسف يعني بس اتفضل يعني يا استاذ اسامه. يا عزيزي انا اتحدث عن مسؤوليه الفشل الامريكي، ودعني اؤكد هنا ان القصه مش بس بول بريمر، لا كمان الدستور العراقي فيه نوح فلتمان. لا ما احنا نتكلم بقى بوضوح طالما ان احنا طالما احنا حافظين المشهد اصلا، يعني المشهد حافظه. كنت اريد ان انأى بالسعوديه عن المشهد ولم ارد ابدا ان اشير اليها ولا لكن في الحقيقه ان الوضع اللي موجود هو خطر داهم على مجلس التعاون الخليجي، الوضع اللي موجود خطر داهم على لبنان وعلى الاردن. طب خليني اخد من حضرتك يا استاذ اسامه بقى سؤال في هذا الطرح، بالنسبه لدول الجوار العراقي اللي هتتضرر من وجود هذه التنظيمات الارهابيه، كيف سيكون التصرف في المرحله المقبله اذا تم تصعيد الموقف اكثر من ذلك؟ لا ما هو موقف لن يقف عند هذه الحدود. والتاثير اقليمي بامتياز، ولا ينبغي النظر اليه بس في حدوده الداخليه، لا المساله كمان واسعه جدا، والمساله داخل فيها لاعبين دوليين كتير. وعايز اقول انه اذا كانت بعض القطع البحريه الامريكيه تحركت في الخليج فده مش معناته قرار بالتدخل، قد ما معناه انه هناك حد معين اذا ما تفاقمت فيه الاحداث هتخش الولايات المتحده على الاقل بالطائرات بدون طيار. خلينا نتكلم ايضا عن المخاوف الروسيه، خلينا نتكلم ايضا على القلق في الصين،
خلينا نتكلم ايضا على الجامعه العربيه. كيف سيكون التحرك يا استاذ اسامه؟ كيف سيكون التحرك في اللحظة الحاضرة؟ مفروض انه في اجتماع تشاوري الوزراء الخارجية العرب سيتم في خلال 48 ساعة في السعودية، وانا اتصور انه من الممكن بالفعل بقيادة سعودية وايضا بمجهود دولي مصر تكون جزء منه ان احنا نناقش الملف الاوسع وهو ملف الارهاب. اما فيما يتعلق بالمعادلة السياسية العراقية فهذا شأن العراقيين، ونحن الخطر الداهم عندنا هو تمدد هذه الجماعات التكفيرية المسلحة التي بات في وسعها الآن استخدام السلاح الأمريكي اللي هم حطوا ايديهم عليه في الموصل اللي وقع في ايديهم، الأموال التي حصلوا عليها والتي تقدر ب 400 مليون دولار. احنا في مشهد في منتهى الخطورة. نعم أستاذ أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المتابعة. تعليق حضرتك على النقطة الأخيرة اللي ذكرها؟ مش عجباني يا دنيا أدينا. اتفضل. معلش إن ما هو ليه هقول لك ليه؟ لا مش عجباني. يعني هقول لك ليه. بصي انا واحد من الناس اللي قارئ للمشهد العراقي جيدا والمشهد العربي بشكل العموم وشكل وثائقي بدرجه كبيره جدا، وقراءتي لداعش وقراءتي للاحداث داخل العراق تختلف عن قراءات كثيره جدا. يعني مثلا استاذ اسامه يتحدث عن اجتماع لجامعه الدول الاوروبيه تتحدث عن الارهاب، لكن يترك العراق وشأنه. شوف انا عايز اقول لك، هو يعني عايز يوصل نقطه معينه عدم التدخل مره اخرى في الشأن العراقي الداخلي. لا يا فندم، مفيش. انت الواقع العربي اخطر ما فيه، اسوأ ما فيه، يعني اصعب ما فيه هذه الرؤية. لان الرؤية ان الواقع العربي تتخطفه قوة اقليمية وقوة دولية، وان المنطقة الوحيدة اللي في العالم تتحكم في قضايا قوة اقليمية وقوة دولية. وانا عايز اقول لحضرتك حاجة، ان كل الساسة داخل العراق، مجلة فورم بليسي تحدثت صراحة عن ان الساسة داخل العراق ونور الملك على وجه الخصوص استدعى القوات الامريكية. أسامة النجيفي تحدث صراحة بأنه حصل اجتماع اليوم اللي حصل فيه اجتياح لمحافظة نينوى على وجه الخصوص، حصل اجتماع أو اتصال تلفوني بينه وبين السفير الأمريكي في العراق، والراجل تحدث صراحة عن ضرورة استدعاء قوات أمريكية. دول مشهدين. هناك مشهد ثالث وده مشهد مهم جدا، أنه كثير جدا من الساسة داخل العراق يتحدثوا بأن الحرب بدأت وأنها لن تنتهي إلا بسقوط بغداد، وأن إذا دخلت القوات الأمريكية هتقوم عندك مشكلة كبيرة. فاللي أنا عايز أقوله لك في السياق ده، بص يا دين، انا عايز اقول لك في السياق ده ايه، انه المشهد داخل الدول العربيه من وجهه نظري لابد ان يعالج عربيا. يعني هقول لك حاجه، جزء من ازمه العراق ذهاب الملكي. يعني جزء من حل ازمه العراق خصوصا بعد الانتخابات البرلمانيه وهذه التداعيات السياسيه اللي احنا شايفينها، ان يخرج الملك بعيدا عن الساحه السياسيه ويتنحى عن مساله رئاسه الحكومه وتصميم على رئاسه الحكومه مره ثالثه. زي ما انا ارى ان جزء من الازمه السوريه في بدايتها كان بشار الاسد، وانه لابد ان يذهب عن الساحه. ليه؟ لانك انت امام مشهد داخل العراق تداعياته. بس عفوا دكتور مختار على المقاطعه في هذا الشان، ولكن ان يذهبوا دي نقطه بتبقى ممكن في بدء الامر مهمه، ولكن بعد كده لو نظرنا الان ذهاب الملكي في هذه اللحظه مع وجود تلك القوات اللي حضرتك ذكرتها ايضا فيما يخص تنظيم داعش ومن قوات يناوئهم. قوات مين يا فندم؟ قوات مين؟ لما تحدث تلك المنظمات الارهابيه. لا وسيطرتها على بعض السلاح الكل العراق. الكل بيتكلم على انه برضه من قاد العمليات داخل المحافظات دي داعش، برضه مهدي نصر برضه خاطئه. يعني كما اوضحت لحضرتك اللي قاد العمليتين ثلاث جهات، داعش ليس داعش احد افرادها. الجزء الثاني وهم اولاد العشائر اللي موجودين في الانبار وفي نينوى. اولاد العشائر والجزء الثالث ثوار العراق. ثوار العراق واولاد العشائر يعني التركيبه او التكتل الموجود في العراق، ان يعني ينضم لهم تنظيم داعش، خاصه ان تنظيم داعش المحللين بيرون او بتخرج دائما بانهم من افغانستان وباكستان و شوفي عايز اقول ليس لهم وطن. فانا استدعي قوات معينه انها تساندني. لا هو اخطر، هو اخطر من القاعده نفسها. نعم. لانه القاعده نفسها هي ومن الشيشان وبعض من لا بعيد عن دي كمان. لو انت ناقشت حتى الايديولوجيه العقائديه الخاصه بداعش على وجه الخصوص، هو اخطر من القاعده، لان القاعده ده تنظيم استنزاف ونكايه بيعرفوه كثير جدا من المفكرين والمحللين. لكن داعش الى حد كبير جدا تنظيم تمكين، هو يريد ان يسيطر على الارض، وانه الان هو يتحدث. طب كيف يمكن لاولاد العراق ان يستعينوا بهم؟ لان كنت النهارده دخلت في هو الاخذ في 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 مثل احنا عندنا بيقول لك عدو عدو صاحبي. في نوع من الطائفيه السياسيه وجدت تعامل نور المالكي بالمشهد اللي حصل داخل الانبار هي بدايه هذا السقوط المدوي لكثير جدا. لانك انت عندما تتحدثي عن 60,000، ما فيش حد سال نفس السؤال ده، 60,000 من قواد الجيش داخل العراق،
من الجيش العراقي اللي كانوا موجودين داخل نينوى على وجه الخصوص في لحظة دخول داعش والأولاد العشائر والطريقة النكشبندية أو عزة الدوري وصوار العراق، كل هذا الجيش تحلل، سلم أسلحته تماما، وكل قوات ركبوا الطيارات وراحوا على بغداد، جزء منهم راح على بغداد وجزء منهم راح على أربيل اللي هي كردستان. فانت امام مشهد ليه؟ لانك انت تتحدثي عن جيش تم صرف 130 مليار دولار على الجيش العراقي من انسحاب القوات الامريكيه، وتتحدثي عن جيش تشكيلته 95% منها شيعة و5% منها سنه. تم تشكيل الجيش بشكل طائفي، فأدى إلى نوع من الاحتقان خصوصا في المحافظات السنية والمحافظات السنية. يعني الصراع ده كله بيدور فين؟ كل المحافظات اللي انت شايفها دي كلها محافظات سنية. نعم. إذا كانت الأنبار أو إذا كانت نينوى أو إذا كانت صلاح الدين أو إذا كانت ديالة. قضية العراق زي ما قضية سوريا زي ما قضية اللي موجودة في اليمن زي ما الواقع اللي موجود في ليبيا، أنا أتصور لو هناك إرادة عربية واعية ولو هناك جامعة تدرك خطورة ما يحدث وإن تستطيع أن تتحدث مع كل الأطراف الموجودين في المعادلة وتستطيع أن تصل إلى حلول، لكن شاء مواجهتك للحل داخل العراق مثلا، واحد يتحدث أنه النهاردة في إشكالية داخل العراق أن نور المالكي سبب كبير أو السبب رقم واحد أو السبب تقريبا الاستراتيجي للأزمة السياسية الموجودة داخل العراق خصوصا بعد الانتخابات البرلمانية. كيف يكون نور المالكي خارج المعادلة؟ بإدراك أنه يحافظ على هذا الوطن وأن مصلحة المواطن العراقي هي الأهم، ويستطيع أن يأخذ بديل من داخل كتلة دولة القانون. يا سيدتي بعد فوز دولة تحديدا بعد الانتخابات البرلمانية وأن دولة القانون فازت ب 94 مقعد، كثير جدا من الكتل السياسية اللي موجودة داخل العراق أعلنت صراحة أنها مع دولة القانون تحكم للمرة الثالثة، شرط أن يكون نور الملك برا المعادلة، ودولة القانون ترشح شخص آخر، رفضت. طيب حضرتك يعني شايف دكتور مختار أن المشكلة تكمن فقط في وجود المالكي دون النظر إلى يعني التلويح الامريكي الايراني؟ لا سيبك من يعني المساله الدوليه وكذلك يعني الاقليميه في الملف. هقول لك حاجة. احنا دايما عايشين عنصر المؤامره، يعني دايما. لا بس ما يحدث في العراق مؤامره يا دكتور. ما انا هقول لك بس اهو، ما انا جاي لك اهو. يعني النهارده من استدعى القوات الامريكيه؟ من هم؟ يعني اقري المقاله اللي نشرتها فورن بوليسي، اقرا المقاله اللي نشرتها من ثلاث ايام الاندبندنت البريطانيه، اقري تصريح اسامه النجيفي، اقري تصريح نور الملكي صراحه، اقري تصريح كثير جدا من الساسه داخل كله تحدث من ضروره استدعاء القوات الامريكيه مره اخرى لانهاء الوضع داخل العراق. الكل تحدث عن ذلك صراحه. يبقى انت اللي بتستدعي من اهلك، انت الساسه داخل العراق يستدعوا الاحتلال الامريكي مره اخرى لكي يحل المعضله داخل العراق، بمعنى ان هو يستطيع ان يواجه الجماعات المسلحه، يستطيع ان يواجه مثلا الصحوات، يستطيع ان يواجه العشائر او ما الى ذلك. طب كيف يمكن النظر للتصريحات بقى الايرانيه بانهم سوف لا يتخلون عن العراق اطلاق؟ التصريحات دي نقراها ازاي؟ ايران هي لها مصلحه لان ايران هي الكتله الاكبر وهي من تسيطر تقريبا على الاحزاب الشيعيه داخل العراق. والايران لها تسيطر على اكبر كتلتين محسوبين على الشيعة داخل العراق اللي هو فيلق بدر وجيش المهدي على وجه الخصوص. من يموله من يسلحه؟ ايران صراحة. وإن لها أكثر من 6 قنصليات في أهم أماكن موجودة داخل العراق، وإن إيران تمتلك بعلاقات استراتيجية مع نور الملك على وجه الخصوص بحكم الانتماءات الأيديولوجية، فهي إيران تريد أن تحافظ على نور الملك على سدة الحكم لمصالح استراتيجية خاصة بها، ما فيش شك في ذلك. وإن استدعاء السنة مرة أخرى لرئاسة المشهد السياسي داخل العراق غير مرغوب لا إيرانيا ولا أمريكيا. يعني هي دي المشكلة عندك في دي الإشكالية داخل الساسة داخل العراق. كيف يكون هناك توافق سياسي ما بين هذه الأطياف السياسية أن يكون هناك حاكم بشكل ديمقراطي ينتخب البرلمان ويكون هو البديل لنور الملكي؟ انا استطيع ان اقول لك جزء كبير جدا من المشهد ينتهي. نعم. واحنا نتحدث عن الدور العربي، كيف سيكون يعني الدور المصري في المرحله المقبله، خاصه بان كل التصريحات المصريه بتخرج بان الامن القومي المصري متصل بامن الخليج ولا نريد من احد ان يهدد امن. شوفي هقول لك حاجه، اولا تهديد امن الخليج صراحة حتى تاريخه مش واضح المعالم، يعني كثير بانه يتحدث انه ايران بتهدد امن الخليج، في الوقت ان هناك تناغم قوتي ايراني في المرحلة الأخيرة، وهناك تناغم سعودي ايراني في المرحلة الأخيرة، وهناك تناغم امريكي ايراني.
فانت ان احنا عندنا مشكله كيف نتعاطى مع ايران في المرحله القادمه؟ هل ايران تبقى جزء من المنظومه الامنيه الموجوده في منطقه الشرق الاوسط ولا تخش في عداء مع ايران لمصلحه دوله كبرى او دوله صغرى؟ ده سؤال بيطرح نفسه بقوه. من هو الذي يهدد امن الخليج؟ عايزين نتحدث صراحه. واحد يطلع يقول لي امن الخليج ايران؟ ايران نعم، هناك احتلال لسلاسل جزر من الامارات، واكبر علاقات تجاريه بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين ايران هي بين الامارات وبين ايران على وجه الخصوص، وان هناك الى حد كبير جدا توافق ايراني سعودي في المرحله الاخيره، وهناك كان هناك زياره من الكويت لايران بدرجه كبيره جدا، وان الولايات المتحده الامريكيه بدرجه كبرى هي تريد ان تحافظ على مصالحها. شوفي هقول لك حاجه دي، الولايات المتحده الامريكيه لها ثلاثيه شهيره، الثلاثيه الشهيره هي واحد الهيمنه، اثنين البترول، ثلاثه اسرائيل. في ظل الثلاثية الشهيرة دي عندها سياستين ما بتطلعش براها، ما لا تستطيع أن تحققه بالقوة تستطيع أن تحققه بمزيد من القوة، وده بتاعت أوباما. ما لا تستطيع أن تحققه بالتفاوض تستطيع أن تحققه بمزيد من التفاوض، قوة بوش. ما لا تستطيع أن تحققه بالقوة بالتفاوض تستطيع أن تحققه بمزيد من التفاوض، أوباما. فالقوة كانت عنوان بوش اللي هو من لم يكن معنا فهو ضدنا، والتفاوض كان عنوان أوباما في سبيل الحفاظ على الثلاثية دي. الثلاثية دي هتحافظ عليها ازاي في ظل خلق عدو مفترض؟ لان انا عندي 8 قواعد عسكرية موجودة في الخليج، عندي 8 قواعد موجودة انا. فانت عندك في الواقع العربي الى حد كبير جدا واقع ملتبس، في من يرى ان الولايات المتحدة الامريكية بتقصده في المقام الاول، وفي من يرى بانه الى حد كبير جدا العالم العربي يستدعي الولايات المتحدة الامريكية بدرجة او باخرى بفرض الحماية بفرض السلاح. ما هو بفرض احنا لما دايما بندخل في المعادلة الولايات المتحدة الامريكية، خاصة نحن نعلم ماذا فعلت الولايات المتحدة الامريكية منذ سقوط بغداد 2003. صحيح. الولايات المتحدة الامريكية هي اللاعب الرئيسي في المسألة. بس العربية. هي سقطت بغداد وكان هناك توافق اقليمي وتوافق دولي. وما حدث بعد ذلك يا دكتور مطار. يعني معلش يعني كان توافق من قوة اقليمية وقوة دولية كبيرة جدا، لكن لما انت النهارده هتفترض النهارده في ايران عدو النهارده وهناك تناغم سعودي ايراني وهناك كويتي ايراني، طب بمعنى ايه؟ طب هل نستطيع ان احنا نجلس ونتحدث صراحة بان الشأن الداخلي للدول امر محظور وانه ضوء احمر وانه لا يجوز التدخل فيه؟ هل نفترض ذلك؟ وهل لما يكون بيهدد امن قومي بالنسبه لدول مجاوره لابد من التدخل حتى بالنسبه صحيح. فيما يخص المسائل السياسيه؟ لا، انت في امس الحاجه الى فرض، مش عايز اقول فرض نوع من الوصايا، انت في امس الحاجه الى فرض نوع من الحكمه في علاجه المشاكل اللي موجوده في العالم العربي. يعني انا ازعم ان علاج المشكله اليمنيه الى حد كبير جدا كان منضبط بحكم ذهاب علي عبد الله صالح ومجيء عبد الرب وهادي منصور، لكن وان كانت هناك اشكاليات تمت فيما بعد. لو انت نظرت الى الموقف في العراق وصلت الى الموقف في سوريا هتلاقي جزء كبير جدا من هو موجود هو عناد سياسي الى درجه كبيره جدا. هناك اطراف اقليميه بتلعب، نعم روسيا تلعب، ولكن احنا عايزين نتفق على اتفاق واحد ان الدول العربيه باكملها في هذه اللحظه، وخاصه بعد يعني زي ما قلت ربيع الجهادي اللي تحول الربيع العربي للربيع الجهادي، هذا المصطلح اللي بيستخدم الان فيما يخص ملف الارهاب، كلهم بيتصدون لهذا الملف. نعم، ويتفقوا عند هذا المبدا. لكن قبل ما تتصدى لده او بعد ما تتصدى لده عليك انك انت تتصدى للمشهد السياسي، كيف تنهي المشهد السياسي؟ لان جزء من المشهد السياسي اللي موجود في العراق الى حد كبير جدا سببه اسباب سياسيه، بعيدا عن دخول الارهاب كطرف، بعيدا عن دخول التنظيمات المسلحه كطرف، بدا ظهور داعش. اسم داعش بدا يطلع امتى في العراق؟ صراحه في 2012، ثم دخل صراحه في 2014. طب من 2003 الاحتلال الامريكي انتهى 2010، من 2010 للاسف العراق ارض خصبه يعني انا لدخول تلك المنظمات نتيجه للسقوط الهائل اللي حدث. انا بديكي مثال، يعني انت بتتحدث عن تنظيم مسلح هو نشاته امتى؟ ولما تتحدث عن تنظيم مسلح 10,000 او 12,000 او 15,000 زي ما بتتحدث، قوامه ايه قدام جيش متساوي مليون فرد؟ يعني اللي انا عايز اقوله ان نستطيع ان ننهي ده، شرط ان تنهي الاحتقان السياسي والطائفي اللي موجود بدرجه كبيره جدا. نعم. في نهاية هذا المشهد الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا على شكراً هذا التحليل جديد. من حضرتك يا فندم. ومشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى ختام هذا المشهد، كنا نخصصه المشهد العراقي الملتبس، وبالفعل دائما نريد سلامة ووحدة الأراضي العراقية والخير للشعب العراقي.